أسعد الله مساءكم جميعا. نلتقي بكم الليلة في ملتقى التقدمي الأسبوعي في ندوة بعنوان فالح عبد الجبار مشروع لم يكتمل. سيتحدث فيها الدكتور الغني عن التعريف دكتور نادر كاظم. عالم الاجتماع والمفكر العراقي فالح عبد الجبار برحيله صباح يوم الاثنين 26 فبراير الماضي كتب عنه الكثيرون من نعي متميز يليق بهذا المفكر الكبير الذي وصفه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بالشخصية الوطنية المرموقة والمفكر والباحث اللامع علما من أعلام الفكر والثقافة العراقيين والعربية والتقدمين المعاصرين، وواحد من مشاعلهم المتوهجة يضج بالحيوية والنشاط ولا يكف عن الغور في حياة مجتمعنا وسبر أعماقها باحثا عن مخارج لمأزقها وحلول لأزماتها، وكاشفا بتواضع العالم عن الجديد دائما في هذه الميادين، وبما يقدم عونا ثمينا للسعين إلى معالجة معضلاتها وإلى خير الناس ورقي البلاد. وهو الذي افتتح مسيرته الثقافية والفكرية والنضالية الوطنية في أحضان الحزب الشيوعي العراقي وبدعم منه غير محدود ولا منقطع، وظل على الدوام قريبا من الحزب بل ولصيقا به حتى آخر أيامه. لقد شكل رحيل العالم فالح عبد الجبار صدمة للكثيرين من عارفيه ومقدري علمه ومعرفته وإنجازه الفكري والثقافي ومتابعي نشاطاته وإخلاصه لقضية شعبه ووطنه ويتعدها إلى قضايا الإنسان وتحرره. وفي تعزية التقدم التي أرسلها إلى الرفاق في الحزب الشيوعي العراقي معزيا برحيل العالم الكبير، أكد التقدم على أن رحيله تشكل خسارة للقوى التقدمية واليسارية في العراق والعالم العربي، واصفا مساهماته الفكرية بالمنارة لكل المفكرين ومؤكدا على أنها ستظل بلا شك مرجعا ومعينا لكل الباحثين التقدميين في المنطقة العربية. أعتقد كثير من ما كتب عن الدكتور فالح عبد الجبار في الصحافة في هذه المناسبة، اختصارا للوقت سأتحدث فقط عن هو معروف عنه أنه شغل العديد من مواقع الأكاديمية والمهمة، كان آخرها طبعا مدير معهد دراسات العراقية في بيروت، وعمل سابقا محاضرا في إحدى الجامعات في لندن، كما قاد مجموعة بحث المنتدى الثقافي العراقي، كما أنه كما سبق وإن قلنا أنه ابتدأ في أحضان الحزب الشيوعي العراقي، ابتدأ كمحرر في طريق الشعب إلى أن اضطر إلى مغادرة العراق في بداية 1979. من أعماله العديد من المؤلفات الدولة والمجتمع المدني في العراق، معالم العقلانية والخرافة في الفكر العربي المادي والفكر الديني المعاصر، العراق الديمقراطية المستحيلة، فرضيات حول الاشتراكية، دولة الخلافة، التقدم للماضي، ومجموعة من الكتب. ترجم رأس المال لكارل ماركس والاقتصاد السياسي للتخلف ونتائج عملية الإنتاج المباشرة. محدثنا هذه الليلة الأكاديمي البحريني الدكتور نادر كاظم، الباحث والمهتم بالنظريات النقدية والثقافية، أستاذ دراسات الثقافية بكلية الآداب جامعة البحرين، من مواليد قرية الدير بالمحرق 73. درس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس البحرين، حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة عام 2003 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. مهتم بالنظرية الأدبية والنقد الثقافي وتداخل المعارف في العلوم الإنسانية، له الكثير من المشاركات في المحاضرات والندوات والمؤتمرات الثقافية والنقدية، له العديد من المقالات أيضا في الصحافة، حاصل على جائزة الكتاب المتميز الأولى في مجال النقد لعام 2003 وزارة الإعلام مملكة البحرين عن كتابه المقامات والتلقي، وفي مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية عام 2004 عن كتابه وتمثيلات الآخر. صدر له مجموعة من الكتب منها المقامات والتلقي، تمثيلات الآخر، الهوية والسرد، طباع الاستملاك، إنقاذ الأمل، خارج الجماعة، ولماذا نكره أو كراهيات منفلتة مرة أخرى. تفضل دكتور.
شكرا جزيلا. أولا أسعد الله مساءكم بكل خير. الحقيقة أنا بقدر ما أنا سعيد لأن أكون بينكم للحديث عن الراحل الجليل الدكتور فالح عبد الجبار، بقدر بالفعل ما أنا حزين على الرحيل المفاجئ لأستاذ كبير ومفكر رصين. والحقيقة أنا أعد واحد من ألمع المفكرين والسوسيولوجيين العرب، وإذا تحدثنا عن السوسيولوجيين العرب نقدر نقول من جيل ما بعد علي الوردي. أستاذ مهم على مستوى حتى التدريس وفي الجامعات الغربية وفي معهد الدراسات العراقية اللي أسس في بيروت في 2003. وأنتهز الحقيقة هذه الفرصة أولا أشكر المنبر التقدمي لتنظيم هذا اللقاء لاستذكار وللحديث عن الدكتور فالح. وأنا أعرف أنه قريب منكم، قريب فكريا، قريب تنظيميا، استضفته تقريبا مرة عن كتابه ما بعد ماركس، وفي لقاء آخر كانت حلقة شبه مغلقة وكنت حاضر معها مع الدكتور عقيل وأماني. فأجدد الشكر الحقيقة للمنبر على هذا الالتفات الكريمة. أجدد وأنتهز الفرصة لأجدد التعزية لأسرة فالح، لمحبي فالح، بحكم أن قبل يومين مرت أربعينية على رحيل فالح عبد الجبار. أتذكر أنا مرة من المرات كنت بدرش مع الدكتور فالح في البحرين، وكنت مسوي عملية، فأقول له عندي في بالي فكرة أكتبها عن المرض. فقال لي شو هالفكرة عن المرض؟ فقلت له والله في بالي أن أكتب عن المرض بوصفه خذلان، أن في لحظة من اللحظات تشعر أن جسدك يخذلك. أنا لما أتكلم أنا وذهبت وأتيت وفكرت وإلى آخره، هو من أنا بالضبط؟ يعني الجسد جزء من الأنا اللي تتكلم، والله الجسد ما لنا سيطرة عليه فعلا، وبالتالي يشتغل بآليات خارج عن إرادتنا وخارج عن سيطرتنا، وبالتالي يخذلنا في لحظات كثيرة. فالح قال المرض خذلان صغير، الخذلان الأكبر هو الموت. الجسد يخذلك حين يموت، أنت بالفعل ما تريد تموت، بس بشكل من أشكال الخذلان اللي ينم عن أن بالفعل في انفصال بيننا وبين أجسادنا، يعني جسدنا شيء وإحنا شيء ثاني. جسد فالح عبد الجبار غادرنا، الحقيقة الشيء الثاني هذا هو اللي باقي بيننا وباقي في أذهاننا، باقي في قلوبنا، في اللي صحبوا دكتور فالح، باقي في ذكرياتهم. الأهم من هذا فكر فالح عبد الجبار باقي من خلال كتبه، من خلال محاضراته، من خلال مقابلاته المنتشرة على اليوتيوب، من خلال المعهد المهم اللي أسس في بيروت وما زال مستمر، وأتمنى أن يستمر وأن لا يغلق بعد وفاته، وهو معهد الدراسات الاستراتيجية أو دراسات عراقية. كل الحقيقة اللي يسمعون بدكتور فالح عبد الجبار دائما يسألون علاقة دكتور فالح بعلي الوردي، وأنا جاي مفنيتي أتحدث عن ذا الموضوع، بس الأستاذ الجليل عبد الهادي مرهون قال لي الله يخليك هذا موضوع أتكلم عنه. ممكن نكون هذا منطلق لحديثنا عن فالح عبد الجبار، يعني سأبدأ بذا الموضوع ثم سأعدد مجموعة ما يميز فالح عبد الجبار على مستوى الفكر، على مستوى الشغل من خلال الكتب اللي نشرها، ثم سأنتقل إلى أهم قضية محورية شغلت كل مشروع فالح عبد الجبار، وهي قضية بناء الدولة أو بناء الأمة، أو ما ممكن أن نستنتج منه التعثر في بناء الدولة أو الخلل في بناء الدولة اللي استتبع لاحقا خلل في بناء الأمة أي الجماعة الوطنية الموحدة، وأصبحنا مجموعة إثنيات وقوميات وطوائف ومذاهب وقبائل وعشائر، يعني كيان متناثر مبعثر بحاجة إلى من يلملمه ويحوله أو يوحده في كيان موحد على الأقل بقدر معقول من التجانس لأمة أو لشعب ضمن كيان دولة واحدة. يعني هذه القضية الرئيسية اللي شغلت في توقعي كل مشروع فالح عبد الجبار باستثناء بدايات الأولى.
طبعا كلكم تعرفون علي الوردي من خلال ابرز مؤلفاته، وبالتالي يعني القارئ العام يعرف علي الوردي من خلال وعاظ السلاطين. وفعليا وهذا قد يكون حكم قاسي، بس مو هذا الكتاب اللي يقيم على اساسه علي الوردي. الكتاب اللي يقيم على اساسه علي الوردي حتى تقارن بينه وبين شغل الاخرين هو كتاب الضخم الحقيقه بعنوان لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث. هاي الكتاب الضخم اللي يقع في 6 مجلدات كبيرة يؤرخ فيها علي الوردي إلى كيف تشكل العراق الحديث منذ 1831 إلى 1924، بدءا من العراق اللي كان عبارة عن مجموعة ولايات، ولاية البصرة، ولاية الموصل، ولاية بغداد تحت مظلة الدولة العثمانية في ذاك الوقت، إلى أن بدأ يتشكل العراق الحديث بعد الحرب العالمية الأولى، نظام الانتداب البريطانيين، إلى المجيء بالملك فيصل في 21 وتشكل الدولة العراقية اللي نعرفها الحديثة. أي كتاب ضخم الحقيقة، ليس لفالح عبد الجبار كتاب بهذا الضخامة. أيضا قال لي عن عبد الهادي المرهون عن حنة بطاطا. أيضا ليس للمرحوم فالح عبد الجبار كتاب بضخامة كتاب حنة بطاطو عن الطبقات الاجتماعية القديمة في العراق اللي نشر أو ترجم للغة العربية في 3 أجزاء كبيرة، أيضا يؤرخ فيها للعراق الحديث بدءا من العراق الملكي إلى العراق مع الأحزاب الكبيرة الشيوعيين، مع الطبقات الجديدة اللي ظهرت الوسطى في العراق، إلى الشيوعيين في العراق، إلى نظام أو الضباط الأحرار اللي قادوا الثورات والانقلابات المتتالية في العراق. أقول ليس لفالح عبد الجبار كتاب بضخامة هذول الكتب اللي ذكرتها، لا كتاب لمحات اجتماعية من تاريخ العراق ولا كتاب الطبقات الاجتماعية القديمة في العراق لحنة بطاطو. لكن ما يميز الحقيقة عمل وشغل ومشروع فالح عبد الجبار ليس ضخامة الكتب أو عدد صفحات الكتب، مع أن فالح له كتب كبيرة من الحجم الكبير، يعني كتاب العمامة والأفندي يقارب 600 صفحة، يعني هو تحديدا 588 صفحة. كتابه الأخير اللي هو كتاب عن الدولة أو اللي في أثان الجديد أيضا يزيد على 400 صفحة. لكن ما يميز شغل فالح عبد الجبار حقيقة ليس ضخامة المؤلفات اللي أنتجها، وإنما الحقيقة الضخامة المعرفية للإنتاج اللي قدمه فالح عبد الجبار، القدرة التحليلية الحقيقة الاستثنائية اللي كان يمتلكها فالح عبد الجبار، وكانت شبه موجودة كشبح كظلال في كتاب حنة بطاطو وكتاب لمحات اجتماعية من تاريخ العراق. الكتابين الأوليين غنيين بالتفاصيل، بالتفاصيل التفاصيل الكثيرة الحقيقة في تاريخ العراق وفي الحياة الاجتماعية والطبقية والاقتصادية والسياسية في العراق، بس هذه التفاصيل عبارة عن معطيات بحاجة إلى من يشتغل عليها لاحقا بالدرس وبالفهم وبالتفسير وبالتحليل وبالنقد يعني هذا الشغل هو كان يعني نقطة القوة الرئيسية في عمل فالح عبد الجبار، يعني العمل التحليلي، القدرة التحليلية اللي كان يمتلكها الدكتور فالح الله يرحمه في هذا الموضوع، في العمل على هذا المنطقة، هي ما كان يميز عمل فالح عبد الجبار. إضافة إلى نقطة أخرى بذكرها في نهاية الحديث اللي هي موضوع الشغل الأساسي اللي ما كان منتبه له السابقين على الأقل من جيل المفكرين والسوسيولوجيين العراقيين قبل فالح عبد الجبار. أولا، ما الذي يميز فكر فالح عبد الجبار؟ أولا، الكل يعرف طبعا فالح عالم اجتماع عربي، أساساً تخصص الدقيق علم الاجتماع الديني عن الاجتماع السياسي، يعني طروحة الدكتوراه اللي هي العمامة والأفندي في صلب علم الاجتماع الديني، عمل اللاحق بأكمله يصنف في علم الاجتماع السياسي. فهو كمنطقة شغل يشتغل في علم الاجتماع، بس فالح من علماء الاجتماع القلائل الحقيقة اللي علم الاجتماع بالنسبة له عدة شغل من بين مجموعة عدد شغل، يعني بيشتغل يعني عدة الشغل اللي يحملها معاه في مقاربة وقراءة القضايا المعني فيها تبدأ من علم الاجتماع ولا تنتهي عند السياسة ولا الاقتصاد ولا الفكر ولا حتى الفلسفة ولا يعني مجموعة العلوم الإنسانية تقريبا أو
عائلة العلوم الإنسانية والاجتماعية هي كلها عدة شغل فالح عبد الجبار في مقاربة موضوعاته. وهذا قلما نجد أحد من علماء الاجتماع العرب في ذي الدائرة إلا القلائل، يعني ممكن عدد أسماء فالح، طاهر لبيب، 2-3-4، بس بقية الباحثين الاجتماعيين في العالم العربي الحقيقة هم حبيسي صندوق تخصصهم في تخصص، وتخصص يتخشب ويتصلب مثل صندوق حديدي وهم ينحبسوا فيه، ومن الصعب بعدين عليهم أن يخرجوا خارج دائرة التخصص، يعني يشعروا بشكل من الضياع، بالخوف من الغرق إلى آخره. وفي مجموعة إشكالات كبيرة تناقش داخل الجامعات في هذه القضية. فأبرز ما يميز عمل فالح كعالم اجتماع عربي هو هذا التجاوز للتخصص، يعني هذا الجمع بين المعارف الإنسانية الاجتماعية المتعددة لمقاربة وقراءة ظواهر عادة علماء الاجتماع ينأون بأنفسهم عنها. يعني معظم الشغل الاجتماعي محصور في ظواهر ومشكلات جزئية متناثرة، يمين يسار، العنف الأسري، الطلاق، البطالة، المشكلات الاجتماعية المعنيين فيها الباحثين الاجتماعيين. وفالح كان متجاوز لهذا الموضوع، يعني ينظر إلى الموضوع من إطار أكبر، يعني خلينا نتجاوز أكثر، نصدر أحكام، يعني في صورة كاملة للمشهد، ما الداعي الانحصار في النظر في جزئية من هذا المشهد؟ الصورة الكلية للمشهد فالح يراها في تشكيل الدولة وفي تشكيل الأمة، أو تركيب الدولة وبناء الأمة، هاي القضية الرئيسية. يعني هذا وهذا المعضلة العميقة البنيوية، سموها اللي تسموها، اللي هو كان يشتغل عليها، وإلا منها هو يستنتج إلا يعني كل المشكلات الصغيرة عبارة عن جزئيات متناثرة، نواتج للمشكلة الأكبر اللي ينبغي أن نضع أيدينا عليها. فهذه أول ميزة تميز شغل فالح عبد الجبار. الميزة الثانية في شغل فالح عبد الجبار أنه على خلاف تقريبا معظم السوسيولوجيين العرب، يتناول مسائل ذات طابع فيها عمق بشكل واضح، ولكن بأسلوب في غاية الرشاقة. يعني يكتب بأسلوب أدبي بليغ فصيح سلس، من الصعب أن تجد لدى السوسيولوجيين العرب اللي يكتبون عادة بلغة متخشبة، أحيانا بلا روح، تقرأها وكأنك تقرأ مجموعة إحصائيات وتحليل الإحصائيات انتهى الموضوع. يمتلك فالح، وأظن الجزء من السيرة اللي ذكره الأستاذ فلاح مهم، فالح بدأ في الحزب الشيوعي أساسا ككاتب كمحرر، وبالتالي ميران الكتابة كان مهم في صقل قلم فالح عبد الجبار. يعني إذا أحد يريد يطلع على أسلوب جميل في غاية الرشاقة والإبداع والجمال لفالح، ممكن يقرأ الكتيب صغير طلعه عن ذكريات أو يومياته في حرب تموز 2006 في بيروت أو في لبنان، اسم الهوريلا أوراق الجنون، كتاب بديع ومكتوب بأسلوب سلس، يعني ولا أديب يكتب مثل هذا الكتاب. وهذا ميزة في أسلوب فالح، يعني حتى كتبه العميقة الإمامة والأفندي وكتاب الدولة والكتب الأخرى، لمسة فالح الأسلوبية واضحة بشكل لا تخطاها أي عين لأي قارئ. هذا الميزة الثانية. الميزة الثالثة أن كل شغل فالح تقريبا، معظم مؤلفات فالح، على الأقل فالح من أواخر الثمانينات إلى قبل وفاته في 2018، كل شغل الحقيقة يجمع بين الجهد النظري المعرفي التحليلي النقدي، هذا واحد، وبين المسوحات الاجتماعية بين قوسين الإمبيريقية. يعني فالح مو قاعد في مكتب، يعني كان يقدر يقعد في مكتب وثير والله في مكتب فقير ويكتب الأبحاث والكتب اللي يكتبها. فالح يستغل أي فرصة لأن ينزل إلى الميدان ليجمع معلومات، وكان مهووس بفكرة جمع بيانات ومعلومات ووقائع ما الذي يجري إلى آخره. يعني يتكلم على سبيل المثال أن أول ما انهار النظام في العراق في 2003، وأول زيارة إلى العراق بعد انقطاع، يعني الزيارة الأولى إله تقريبا كانت في 2003، العمل الأساسي اللي كان شاغل فالح واللي قام فيه
هو الزيارات الميدانية لعمل مساحات اجتماعية داخل المدن وبين القبائل وبين العشائر وبين الطوائف والزعامات الدينية، يريد يجمع بس معلومات حتى يعرف ما الذي حصل، يعني طوال التاريخ وهو خارج عن العراق ما الذي حصل، يعني الدولة، الشعب العراقي بلغة الواقع اليومي، الوقائع الصغيرة والمعطيات الصغيرة، ما الذي حصل فيها؟ وبالتالي كان معني بذي القضية، معني ب وهو دائما كان على سبيل المثال يذكر أن هو أسس في معهد الدراسات الاستراتيجية أيضا قسم للأبحاث معني بالدرجة الأساسية بالتوثيق وبالجمع وبالأرشفة، يعني كل ما له صلة عن العراق من خبر، من تقرير، من وثيقة، من معلومة، من مقابلة تلفزيونية، من 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 إلى آخره، إحصائيات، هو معني بالتقاطه وبتجميعها. وبالتالي معظم شغل فالح الفكري النظري مبني على هذا النوع من المعطيات، يعني في تكامل فريد من نوعه قلما نجده عند علماء الاجتماع العرب بين السوسيولوجي الامبريقي اللي نازل للميدان وجمع معطيات وبيانات واحصائيات هو بنفسه او مع فرق بحث يقودها او يكون بمعيتها، وبين الجهد النظري المعرفي التحليلي النقدي اللي يشتغل عليه فالح عبد الجبار. وتقريبا هي هذه النقطة الأخيرة هي نقطة القوة الرئيسية في فكر فالح عبد الجبار، ويكاد يكون عمل في ذا الموضوع استثنائي وفريد من نوعه في الحقيقة في علم الاجتماع العربي. الميزة الثالثة أو الرابعة، خل أستاذ فلاح ذكرني بأي ميزة وصلت. الميزة اللي بعدها الحقيقة اللي لفالح، وهذه النقطة الرئيسية فيها، أنه من بين القلائل في العالم العربي من السوسيولوجيين اللي اهتموا بخلينا نسميها سوسيولوجيا الدولة أو سوسيولوجيا الأمة أو سوسيولوجيا القوميات. وده موضوع فالح في أكثر من مناسبة ومقابلة تجرى معاه كان ينتقد علم الاجتماع العربي أنه بعيد عن ذا الموضوع، يعني هذا قضية لا تدرس في الجامعات العربية ولا يشتغل عليها علم الاجتماع العربي، في حين أنها قضية مهمة وأساسية، يعني هي في الصلب شغل علم الاجتماع السياسي. وبالتالي فالح واحد من القلائل في السوسيولوجية العرب اللي اهتم في البداية بهذا الموضوع ثم لاحقا كرس كامل عمل شغل الفكري النظري البحثي على هذا القضية تحديدا. وهذه القضية مهمة إذا وضعت في سياقها التاريخي عربيا، لأن إحنا نعرف فالح ما كان بمعزل عن بين قوسين السرديات الكبرى، الأديولوجيات الكبيرة، يعني اللي نشأت في العالم العربي من النصف منتصف القرن العشرين وطالع قبلها بشوية أو فصاعدا. يعني فالح أساسا، وأنت تعرفوا فالح جزء من هذه التركيبة للأديولوجيات الكبرى، يعني انضم للحزب الشيوعي في وقت مبكر في الستينات، انخرط حتى في العمل النضال الفعلي في معسكرات التدريب للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في عمان، للجبهة معسكرات التدريب في لبنان، ثم كان أيضا انضم لفترة قصيرة مع حركة الأنصار اللي هي الذراع المسلح للحزب الشيوعي العراقي في كردستان، فهو حتى على المستوى النضال الفعلي كان جزء من هذه العملية. فقيمة عمل فالح في ذي القضية ما يتعلق ببناء الدولة وبناء الأمة في سياق مشبع أديولوجيا أساسا، يعني في يقين أديولوجي عند التيارات والأحزاب والقوى اللي ظهرت من منتصف الخمسينات وطالع بيقينية ما هي عليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن معظم هذه الأديولوجيات الكبيرة الحقيقة كانت ذات طابع إنشائي فضفاض، يعني هي تبحث عن أهداف معلقة كذي محلقة في الهواء، جزء كبير منها الحقيقة هو جزء من التفكير الرغائبي، ما نتمنى أن يكون، ما نرغب، ما نحلم في أن يكون وأن يتحقق، وهي أهداف الحقيقة من الضخامة بحيث يعني تقارب حد الاستحالة في التحقيق. هذه الأحلام الكبيرة على سبيل المثال تحقيق الوحدة العربية، تحرير فلسطين، إقامة الحكومة، حتى الإسلاميين مو خارجين عن نفس، إقامة الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية، تطبيق الشريعة،
الثورة العمالية العالمية، قيام الدولة الاشتراكية لا إلى آخر، لا طبق إلى آخر، هاي كلها أحلام كبيرة ناضل فيها جيل أو أجيال الحقيقة من فترة مبكرة في العالم العربي، على طول امتداد العالم العربي من عمان إلى المغرب، من السودان إلى العراق، الكل الحقيقة كان جزء من هذا المخاض، وفالح ما كان بمعزل عن هذا المكان، في القلب من هذا المخاض، يعني اشتغل في ذا القضية، تشكل في ذا النوع من المخاضات. فقيمة اللي توصل له لاحقا فالح هو إذا وضع في ذا السياق، سياق أساسا الفكر العربي مشغول بمشاغل أديولوجية فضفاضة كبيرة، بمعزل عن القدرة التحليلية لطبيعة المشكلات الحقيقية اللي يواجهها المجتمعات أو البلدان العربية، هو هذا يعني وضع هذا الموضوع في سياق هذا التاريخ هو اللي يعطي أو هذا النوع من الشغل القيمة الكبيرة لعمل فالح عبد الجبار. الخلاصة اللي توصل لها دكتور فالح عبد الجبار، أو على الأقل هذا قلب محور مشروع دكتور فالح عبد الجبار، إن الخلل في البلدان العربية، في المجتمعات العربية، في الدول العربية تحديدا يكمن في عمليتين، وعمليتين مترابطتين. العملية الأولى هي عملية بناء الدولة، ثم العملية الثانية التي تستتبع وتستلزم بناء الدولة هي بناء الأمة. هو يرى، وفي جزء كبير مما يراه هو محق فيه، وقدم الحقيقة من على الأقل كل كتبه الأخيرة في دائرة أو في فلك هذه القضية، يعني العمامة والأفندي، الكتاب الأخير دولة الخلافة، حتى كتاب ما بعد ماركس الجزء الفصل الأخير يتكلم عن هذه القضية الرئيسية اللي كانت شاغلة لفكر فالح عبد الجبار، إن في خلل في بناء الدولة في المجتمعات العربية، واستتبع خلل في بناء الأمة في المجتمعات العربية بشكل عام، يعني بدون تحديد بلد عن بلد. شنو يعني هالكلام؟ وفالح لكونه يبدو مدرس أو أستاذ في الجامعة معني بتوضيح المفاهيم، يعني هي قضية أساسية عنده، يتكلم بناء الدولة، في البداية يسأل الدولة هي شنو، الأمة هي شنو، ثم كيف تبنى الدولة وكيف تبنى الأمة، ثم لاحقا ما هي وظائف الدولة اللي بعد اللي نستنتج لاحقا أنها انحرفت عن وظائفها الأساسية، وما هي طبيعة العلاقة السليمة بينها وبين المجتمع وبين الشعب وبين الأمة، بعدين تفاصيل كثيرة عن المجتمع المدني إلى آخره. يعني إذا اتفقنا على أن الدولة في الأصل هي كيان بمجموعة أجهزة ومؤسسات وقوانين تقوم بوظائف، أنا ممكن أختصر بوظائف أربع رئيسية، وشغل فالح يدور في 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 هذا المنطقة الحقيقة. الوظيفة الرئيسية لنشوء هذا الكيان المؤسساتي بالأجهزة، بالقوانين، بأجهزة العنف، بأجهزة القضاء، بالمؤسسات، الوزارات، الإدارات، كلها هي لأداء أربع وظائف رئيسية. الوظيفة الأولى هي احتكار العنف، وهذا نعرفه من أيام ماكس فيبر، إن الدولة تنشأ أساساً لتحتكر العنف، ويوكل لها عملية ممارسة العنف المشروع، بمعنى أنه لا يجوز داخل كيان إقليمي محدد لدولة أن توجد فيه أكثر من قوة، أكثر من جهاز مسلح، أكثر من جيش، يعني الطوائف، القبائل تكون مسلحة أو أكثر من جيش مسلح، هي مو دولة. الدولة وظيفتها الأساسية تحتكر العنف، هي الجهة الوحيدة فقط التي تحتكر العنف. ودائما كان يرى أن بذا المنطقة الآن في العراق ما في دولة، لأن في ثلاث أربعة جيوش في العراق مو جيش واحد، جيش للمهدي وجيش للمدرمين وجيش للحشد الشعبي والجيش العراقي نفسه، ومار الإيراني موجودين على الأرض بقوات عسكرية، الأمريكان موجودين بقوات عسكرية، وبالتالي ما في دولة تحتكر العنف المشروع اللي يجعل منها دولة. فأول وظيفة للدولة هي ممارسة العنف، احتكار العنف خلينا نسميه، أو احتكار القوة وممارسة العنف المشروع في ذا الموضوع. اثنين، الوظيفة الرئيسية الثانية للدولة، وقبل لا أدخل على اثنين، يعني حتى في
في نظريات نشوء الدولة أو بناء الدولة في العلوم السياسية من أيام توماس هوبز الفيلسوف السياسي الإنجليزي المعروف. الدولة نشأت في الأصل لوضع حد لشيء يسميه حرب الجميع ضد الجميع، الكل داخل في حرب مع الكل، وبالتالي ستسود حالة من الفوضى الشاملة داخل هذا المنطقة. الحل أن تنشأ دولة، هو يتحدث عن فرد أو شخص بقوة خارقة ليستطيع فرض قوته على الآخرين ويمنع الآخرين ممارسة العنف، وبالتالي يمارس بعدين سلطاته كدولة. يعني هذا الكيان المصطنع اللي ينشأ هو الدولة ليقضي على حالة الحرب اللي احنا نسميها اليوم حرب أهلية. فهذه الوظيفة الأولى للدولة. الوظيفة الثانية للدولة هو في الأصل الحرب بين الجميع ضد الجميع تقوم على أي أساس؟ ليش يعني؟ يعني في بشر عايشين في قطعة أرض، هم على أي أساس يتصارعون؟ يعني ليش تسود الفوضى الشاملة بين الكيانات، بين الجماعات، بين القبائل، بين القوى، بين العوائل، بين الأفراد؟ بناء على ماذا هم يتصارعون؟ على ماذا بالضبط؟ هم يتصارعون على الموارد، على الثروات، على الخيرات الموجودة على هذه الأرض. وبالتالي الحل أن هذه الخيرات والثروات، الموارد بشكل عام الموجودة على في ضمن إقليم الأرض، ألا يمتلكها أحد، تمتلكها الدولة. ألا يمتلكها أحد، تمتلكها، لو امتلكها أحد بتكون في مشكلة. يعني بيكون في استئثار، احتكار للخيرات وحرمان الآخرين منها، وبالتالي الآخرين يدخلون في صراع، وبالتالي عجلة من الصراع على الطريقة الخلدونية، كذي قبيلة تجيب الغلبة وتزيح قبيلة أخرى إلى أن تأتي قبيلة أخرى أقوى منها تزيح سابقتها، وهكذا تستمر العملية في عملية انقلابات يلد أحدها الآخر دون انقطاع، دون نهاية، ما في حد ينوضع لها إلى أن تأتي قوة أكبر وأعظم حتى تستولي على السلطة وتستمر الأمور بهذه الطريقة. نشأت الدولة لملك هذا الموارد وهذا الخيرات ولإعادة توزيعها بين الناس. يعني أنا أسميه الحسن توزيع الخيرات العامة داخل الدولة، لأن هذه خيرات الجميع، من حق الجميع لها أن يكون لهم نصيب فيها، وبالتالي الدولة تنشأ لتعيد توزيع هذه الخيرات العامة على الناس حتى لا تكون في حالة من حالات الاستئثار أو الاحتكار تسبب بعدين فوضى أو صراع أو عنف. هاي الوظيفة الثانية للدولة. الوظيفة الثالثة للدولة أن الدولة تنشأ كممثل للجماعة بين قوسين الوطنية. الدولة تنشأ كممثل للجماعة الوطنية، يعني هي ليست كيان معزول عن الشعب، عن الناس، عن الأمة، هي أساساً كيان نشأ ليؤدي وظائف في نهاية المطاف تخدم هذا الشعب وهذه الأمة، وبالتالي هي تمثلها. وهذه قضية مهمة وأساسية وحساسة، لأن إذا في انفصال بين الدولة ككيان وبين الأمة أو الشعب ككيان آخر، التصادم بينهم حتمي بشكل لا مناص منه، وأمامهم خيارات كلها صعبة. يعني يا الدولة تبتلع الشعب والمجتمع وتخضع بشكل أو بآخر، يا المجتمع يبدأ يستولى على الدولة، يا وتالي الخيارات كلها صعبة. فالانفصال هذا خيار صعب. التمثيل الناقص، بما قلنا تمثيل للجماعة، التمثيل الناقص أيضا خيار صعب، أن تبدأ جماعة، طائفة، قبيلة، قومية، حزب هو فقط من يستولي على الدولة ويعتبر الدولة حكر عليه، يعني الدولة تمثله هو وهو ممثل الدولة، أيضا سيعطي إحساس للآخرين أن هم ليسوا جزء من الدولة. بالتالي عدم التمثيل بالمطلق، يعني في انفصال يكون بين الدولة وبين الشعب أو بين الأمة أو الجماعة الوطنية، أو التمثيل الناقص، كلاهما سيقود إلى خيارات صعبة واضطرابات مستمرة وفوضى ودورة. يعني ستكون إما دولة تسلطية ديكتاتورية تبتلع العباد والبلاد بشكل أو بآخر، أو دولة هشة ضعيفة وبالتالي الانقلابات المستمرة بتكون موجودة فيها. الحل في ذا الموضوع أن الدولة تكون مفتوحة للتمثيل، ما يسمى الشعب أو الأمة أو الجماعة الوطنية، وهذه قضية أيضا مهمة. وفالح من القلائل في السوسيولوجيين العرب وحتى من المفكرين العرب اللي كان منتبه لها في وقت مبكر،
وكان دائما يقول ان احنا العرب اكثر الناس حديثا عن القوميه والامه العربيه وما ايش، وكنا امه واحسن امه، وفي الاخير احنا اجهل الناس بالفهم الصحيح النظري كما موجود في العلوم لفكره الامه او حتى لفكره القوميه. في شيء خطر حصل في المنطقة العربية ومستمرين عليه حتى إلى الآن تقريبا دون أن ينتبه إليه كثيرين، إن إحنا دائما نخلط بين الأمة بالمعنى السياسي كجماعة وطنية اللي هي مجموعة المواطنين المكونة لدولة، كانوا عرب أكراد تركمان سنة شيعة رجالا نساء إلى آخره فرس أكرام كل ما يعنينا. الجماعة الوطنية هي مجموعة هؤلاء المواطنين اللي انتظمهم كيان اسم دولة وبشكلون لاحقا هم الأمة هم الشعب. احنا اللي جرى في العالم العربي تم يعني تم فهم الأمة بالمعنى الإثني احيانا بالمعنى الديني احيانا، يعني الأمة معناتها الأمة العربية، الأمة بالنسبة للإسلاميين الأمة الإسلامية. طب غير العرب في دولة عربية شو نعمل فيهم؟ يعني ماذا نعمل في الأكراد في العراق إذا العراق دولة قومية عربية؟ يعني الأمة تشكلت على قاعدة القومية العربية. الأكراد كيف وضعهم؟ التركمان كيف وضعهم؟ الآشوريين كيف وضعهم؟ لو تشكلت على قاعدة الأمة بالمعنى الديني الأمة الإسلامية، طب غير المسلمين مسيحيين سابقا يهود آشوريين ملحدين علمانيين ليبراليين شو نعمل فيهم؟ فاللي حصل في المنطقة العربية انه جرى فهم مفهوم الأمة بدل الفهم السياسي اللي يعني بدقة الجماعة الوطنية اللي شكلت الدولة، جرى فهم بالمعنى الإثني، وهذا خلل كبير الحقيقة. فالح كان يقول ان اللي تسبب فيه في الحقيقة هم القوميين العرب الأوائل، يعني ساطع الحصري ميشيل عفلاق الأحزاب القومية الأساسية بما فيها الناصريين اللي هي تقريبا إعادة صياغة للأفكار القومية الأولى اللي طرحها ساطع الحصري. يتكلم فالح عن الحقيقة عن نموذجين لبناء الدولة وبناء الأمة. النموذج الأول هو النموذج الفرنسي اللي فيه دولة تشكلت ثم الدولة شكلت الشعب والأمة ثم لاحقا أصبح في نزعة قومية ونظريات قومية وفكر قومي لاحقا، يعني في كيان دولة تشكل من مجموعة بشر ينتمون لإثنيات مختلفة يتكلمون لغات مختلفة. يعني فرنسا للقرن 18 يتكلمون لغات مختلفة، يعني ليس كل الأقاليم الفرنسية تتكلم الفرنسية. نشأت الدولة في الفرنسية وتحديدا بعد الثورة الفرنسية، الدولة هي اللي بدأت في تشكيل هذا الشعب الفرنسي ثم لاحقا أصبح في تنظير وتأصيل وإلى آخره للنزعة القومية الفرنسية. هذا النموذج الفرنسي. النموذج الآخر هو النموذج الألماني، يعني والنموذج الفرنسي طبعا أبرز من تحدث فيه ومن أصل فعلا هو المستشرق الفرنسي اللي تعرفوه أرنست رينان. رينان اللي مقالة هي في الأصل محاضرة ألقاها في 1881 كانت بعنوان ما الأمة؟ الأمة هي عبارة عن شنو؟ ووصل إلى نتيجة، هل الأمة معناتها في شعب القاسم المشترك فيما بين القومية الإثنية بالمعنى العنصري أو بالمعنى الديني أو 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 إلى آخره. فبدأ يعدد إلى أن قال هذا كلها لا تصلح لبناء أمة. اللي يصلح لبناء أمة هو الإرادة المشتركة لبشر للعيش المشترك، أن في مجموعة من البشر يقررون أن احنا نستطيع ونريد أن نكون مع بعض في إقليم محدد مختلفين إثنيا دينيا قوميا وإلى آخره، كلها ما معرفة مهمة. المهم أن هؤلاء بدوا في التقرير، يعني هو يسميها إرادة العيش المشترك. هاي النموذج الفرنسي. النموذج الألماني الآخر اللي أبرز ممثليه فيلسوف ألماني مشهور هو فيختة، في خطابات مشهورة اسمها خطابات إلى الأمة الألمانية، وفالح كان كثير السخرية
من هذا الكتاب. يعني في اختفى فيلسوف كبير طبعا في ألمانيا، بس اللي يقرأ الخطابات هي عبارة عن، على قولة الله يرحمه فالح، عبارة عن زعيق: يا أيها الألمان اتحدوا، ونحن أمة عظيمة، ونحن الأمة اللي إلى آخره، على الطريقة العربية، الأمة العربية والرسالة الخالدة والواحدة إلى آخره. فعبارة عن زعيق فضفاض وإنشائي بطابع عنصري لتمجيد العرق الألماني وإلى آخره إلى آخره. فالنموذج الألماني تشكل كالتالي، يعني العمليات لتشكيل الأمة الألمانية كانت كالتالي: تشكلت أمة ألمانية شعرت بكيانها الموحد والمتجانس كأمة ألمانية من دون دولة، ما كان في دولة ألمانية، كان في ولايات. فتشكلت الدولة لاحقا، الأمة بدأت تبحث عن دولة، يعني في 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 نزعة قومية لتحويل أمة إلى دولة. يعني في النموذج الأول في دولة تبحث عن أمة، وفي النموذج الثاني في أمة تبحث عن دولة. اللي حصل في العالم العربي، وهذا مفارقة غريبة الحقيقة، النهضويين العرب من منتصف القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين كانوا معجبين بالنموذج الفرنسي، كانوا معجبين بالنموذج الفرنسي. إن يعني إذا نقرأ حق رفاعة الطهطاوي، خير الدين التونسي، بما فيهم حتى عبد الرحمن الكواكبي، اللي كان شاغلينهم في الحقيقة لأسباب النهوض بالأمة العربية وبالدولة العربية وإلى آخر إلى آخر، مسائل لها صلة كلها بالنموذج الفرنسي، مهووسين بجان جاك روسو، فكرة العقد الاجتماعي أن الدولة تتشكل من تعاقد بين المواطنين وبين الدولة، مهووسين بفكرة فصل السلطات لمونتسكيو، مهووسين بالحرية الفكرية والتسامح عند فولتير، مهووسين بالثورة الفرنسية وبفكرة الدستور اللي كانت في وقت من الأوقات النهضويين العرب يسمونها الشرطة. يعني الدستور كان مسألة أساسية بالنسبة لهم لتأسيس كيان دولة سليمة. وخير الدين التونسي يتكلم عن شيء يسميه التنظيمات المؤسسة على العدل والحرية، يعني الديمقراطية. هذا النموذج اللي كان شاغل النهضويين العرب من مطلع من منتصف القرن التاسع عشر، يعني طهطاوي في فرنسا 1831. ولو سارت الأمور على ذا المنوال لكان وضعنا مختلف عما نحن عليه اليوم. والحاصل فعلا أن التجارب الحكم العربية الأولى ضمن تحت مظلة الأنظمة الملكية الأولى في مصر، في العراق، في أكثر من بلد عربي الحقيقة، الأنظمة الملكية اللي تأسست يعني مطلع القرن العشرين، طبقت شيء أو بشيء بقدر أو بآخر هذا النموذج الفرنسي. يعني كان في برلمانات، يعني على سبيل المثال الدولة الحديثة في العراق تشكلت في 21 بالفعل كدولة حديثة، بمعنى في ملك أساساً مو من أبن البلد، وهذه كانت مشكلة صعبة للملك فيصل، إنه هو جاي أساساً من الحجاز ثم على أمل أن يملك مملكة في سوريا، ثم يعزل ويطرد إلى أن يعين في العراق، وهو مو من العراقيين أصلاً، بس شرعية النسب الشريف للملك فيصل وكحاكم عربي، وثم هي التجربة الأولى لتوحيد العراق بعد ما كان ولايات ثلاث في دولة. فتأسست الدولة ببرلمان بشقتين، مجلس نواب مجلس أعيان. الدولة كانت مفتوحة لتمثيل الجماعة الوطنية كلها، يعني الوزارات الأولى كان فيها سنة وفيها شيعة وفيها يهود وفيها مسيحيين وفيها أكراد، الجيش العراقي كان في هذا التنوع، مجلس النواب والأعيان في هذا التنوع. وبالتالي يعني كان الملك فيصل يقول للبريطانيين في مذكراته، يقول عطيتوني أنتم دولة أساسا ما فيها شعب، ما فيها أمة، ما فيها جماعة وطنية، فيها تكتلات بشرية خيالية هلامية كذي، أي سني وذاك شيعي وذاك كردي وذاك ابن القبيلة الفلانية وذاك ابن العشيرة العلانية. المطلوب من الدولة كيف تحول هذه الكيانات المبعثرة والمتناثرة إلى أمة داخل كيان دولة. ومضت الأمور في اتجاه نوعا ما سليم إلى أن بدأت في السنوات الأخيرة الخمسينات والانقلابات اللي حصلت، وتقريبا القطار خرج عن سكته اللي بدأ فيها.
فإن هضويين العرب في السنوات الأولى كانوا معجبين بالنموذج الفرنسي، ثم لاحقاً القوميين العرب البعثيين العرب بدأوا مهووسين بالنموذج الألماني، نموذج أمة معتزة بنفسها، عندها إحساس برسالتها الخالدة، عندها إحساس بس ما عندها دولة، ما في دولة عربية موحدة لهذه الأمة، والمطلوب كيف أن تبحث هذه الأمة لها عن دولة. فالنموذج الألماني كان هو اللي شاغل بال كثير من القومية العرب، حتى على طريقة الحزب النازي، الإيمان بالحزب الطليعي اللي سيقود الأمة إلى النهضة، حتى بفكرة الحاكم الفرد الملهم الأوحد على طريقة هتلر وصدام، كله بتأثير من الإعجاب القوميين والبعثيين إلى آخره بما فيهم الحزب السوري الاجتماعي انطوان سعادة وغيره بالنموذج الألماني. يعني هذا القضية الحقيقة اللي ما زالت إلى اليوم مو ما لها حل في المنطقة العربية، إن كيف تبنى الدولة العربية وكيف تبنى الأمة العربية. اللي حصل في تاريخ المنطقة العربية، يعني أنا وبالاستفادة من شغل حقيقة فالح عبد الجبار ممكن اختصاره في يعني وين يكمن الخلل في مسألة بناء الدولة وبناء الأمة. أولا يكمن الخلل في خلينا نسميه النموذج الألماني اللي لا يصلح للمنطقة العربية، يعني هو أشبه بوضع العجلة أمام الحصان، تنشأ دولة ثم الدولة تنشئ الشعب أو تشكل الجماعة الوطنية بأدوات مختلفة، من خلال التعليم، من خلال الإعلام، من خلال التفاعل الحر بين الشعب نفسه والمصالح الاقتصادية اللي تشبك بين الناس، تمثيل العادل والمتوازن أو المتساوي للناس داخل الدولة وفي الجيش وفي البرلمانات إلى آخره. هذا مع الزمن سيخلق أمة وشعب موحد. فاللي حصل في المنطقة العربية أن في تنظير أيديولوجي للقومي عنده تقريبا الأمة أهم من الدولة، عند الأمة أهم من الدولة. هاي وهذا مش واحدة من المعضلات الأساسية. المعضلة الثانية أن وهذا فالح يركز عليها في كتاب الأخير اللي هو كتاب الدولة أو الليفياثان الجديد، هو يرى أن الدولة العربية الحديثة تطورت بوتيرة أسرع من المجتمع العربي. الدولة بدأت تتشكل وأجهزة وقوانين وأنظمة وجيوش و إلى آخره، وتعليم وقضاء وسكك حديد شبكت فبدأت الدولة يعني الدولة بدأت تتحدث بوتيرة أسرع من تحدث المجتمع. ظل المجتمع تقليدي، مجموعة قبائل وعشائر وطوائف وقوميات، وبالتالي هذا اللي سمح بانفصال الدولة عن المجتمع من جهة، وهذا اللي سمح بعدم خلينا نسميها تشكل طبيعي لما نسميه المجتمع المدني. يعني ما في مجتمع مدني تشكل بشكل طبيعي في المنطقة العربية إلا في نطاقات محدودة في تونس ولا في أي منطقة أخرى، بس في معظم المجتمعات العربية الحقيقة إما المجتمع هو في قبال الدولة بشكل مباشر دون توسط المؤسسات البسيطة اللي نسميها المجتمع المدني، أحزاب وجمعيات ونقابات وإلى غيره، أو وهذه مشكلة أخرى أيضا ساهمت الدولة فيها، وجزء من ده الموضوع قريب من شغل علي الوردي وحنا بطاطا، أن الدولة الحديثة أساسا كان لها دور في تفكيك البنى التقليدية الاجتماعية للقبائل والطوائف. يعني عملية التحديث فككت الجماعات التقليدية، في حين الجماعات التقليدية في يوم من الأيام ممكن يكون لها عامل إيجابي في الحد من طغيان السلطة، إن وقت ما الملك في العراق يطغى في قوة صح تقليدية غير حديثة وإلى آخره على أسس رجعية، بس ما راح يكون عندنا دولة شمولية في طغيانها، لأن في قوة أخرى حتى لو كانت رجعية متخلفة بس في شيء يحد طغيان هذه السلطة اللي إذا ما وجدت من يحد سلطتها ستكون بالفعل سلطة مفسدة. يعني تذكروا المقولة المشهورة، السلطات المطلقة الحقيقة هي مفسدة مطلقة.
اللي عملت الدولة الحديثة هي فككت البنى التقليدية دون أن تنشئ الروابط والمؤسسات والتنظيمات الوسيطة المدنية الحديثة. وبالتالي اللي حصل في الخلاصة في النتيجة إن الدولة تطورت وأصبحت حديثة، ثم لاحقا تغولت في كل شيء. يعني الدولة أصبحت هي الهواء اللي نتنفسه، ما في بقعة من الإقليم إلا الدولة حاضرة فيها، تريد تنظمه أو تريد تتحكم فيه أو تحتكره، من طبعا العنف اللي تكلمنا عنه في البداية إلى حتى بيع الخضروات في السوق المركزي. وبالتالي في فضاء سد أمام الأفراد، أمام الناس. وبالتالي أصبح الأفراد يسميهم فالح ذرات في قبال غول ضخم وآلة عملاقة اسمها الدولة. يعني الكتاب الأخير حقيقة مهم، أنا أنصح الكل بالاطلاع على كتاب فالح اللي هو كتاب بعنوان الدولة. وأنا ليس أقول هو مشروع لم يكتمل لأكثر من سبب الحقيقة. أولا لأن فالح خطفه الموت فجأة وما زال في قمة نضجه الحقيقة، في فكريا، في العمل، في النشاط، في الحيوية. في القريبين مني يتعجبون من حيوية فالح وهو دخل على 71 72. يعني إذا وياي في البحرين أنا نروح مطعم نفتح السيارة هو يسابقني إلى المطعم، يا ابن الحلال انتظر شوية. ففي حيوية في الكلام، في الحركة، وفي العمل الفكري. وفي يعني هو الآن في قمة نضجه الفكري، وكان ممكن لو غفل الموت عنه قليلا أعطانا، أو على الأقل اكتمل هذا المشروع الكبير لفالح. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني إن ليش هو مشروع لم يكتمل، أو ما أدري هو اكتمل ولا لا. في ذي القضية فالح كان يتكلم عن مشروع بجزئين: كتاب الدولة، كيف تأسست الدولة، كيف انبنت بكل عللها وعيوبها إلى آخره، إلى أن سقطت الدولة العراقية بشكل مدوي في 2003. ثم في مجلد ثاني هو يسميه كتاب اللا دولة، يعني العراق بعد 2003. وهذا هو يقول أنجز معظمه تقريبا هو في طور المراجعة. هل خلص؟ هل هو في طور النشر؟ الحقيقة ما عنده علم. أتمنى أن يكون خلص في طور النشر، لأنه سيكون مكسب كبير للمكتبة العربية، للفكر العربي، للمجتمع العربي. أنا أظن طولت عليكم أكثر من اللازم، وأشوف الأستاذ فلاح متسامح وياي وناسني، فأنا بذكره فيني ترى أنا موجود. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية وما قصرتم. في الحقيقة مو ناسنك، بس حقيقة الموضوع والحديث اللي تحدثت شيق، فما بغيت أحرم منه الجماعة. يعني مع هذه المادة المكثفة الحقيقة اللي تفضل علينا بها الدكتور نادر عن مميزات فكر وإنجازات الراحل فالح عبد الجبار، إلى أن دور الدولة وإشكالية بناء الدولة والأمة في المنطقة العربية، كل هذا الحديث أعتقد يثير كثير من التساؤلات. فنرحب بكم ومداخلاتكم. أستي المايك، اسمك بالخير. محمد. تفضل محمد. شكرا دكتور نادر على هذه المحاضرة القيمة، والكلام عن الدكتور فالح عبد الجبار الذي يعني واضح انك قريب منه فكريا وشخصيا. ومن الملفت يعني في اخر كلامك ان مشروعه عن الدولة لم يكتمل، ومشروع الدولة نفسه أيضا أنه لم يكتمل. فهذه من المفارقات. دكتور، بما أن الدكتور فالح عبد الجبار بدأ كماركسي ومناضل أيضا،
ما تكلمت عن يعني أثر الفكر الماركسي أو التحليل الماركسي أو حتى علم الاجتماع الماركسي إذا صح التعبير في كتابات فالح عبد الجبار أو في تطور فكرة وتحليلة. شكرا. دكتور قبل شكرا دكتور نادر، والحقيقة أنه يعني نحن دائم بشكل عام لا ننتبه للشخص أو للمفكرين والمبدعين في حياتهم ولا نقرأ لهم بما يستحقون ولا يعني نحاورهم في حياتهم، بعد ما يتوفوا نبكي على اللبن المسكوب. الحقيقة بأنه رحيل فالح يعني أنا أتساءل كم الاستفادة من هذه الطروحات أثناء حياته ومحاورتها وتطويرها، كم من على أعتقد بأن يعني فقدانه يشير إلى ظاهرة فعلا أنه عدم الانتباه إلى الكفاءات إلى المفكرين العرب في حياتهم وخصوصا الذين يعاكسون التيار. أنا أول ما لفت انتباهي لفالح أعتقد في سنة يمكن 86 أو شيء، مؤتمر الحزب الشيوعي اللبناني، هو مناقشة لأطروحات المودودي أو العلاء المودودي، يعني طبعا الإسلامي المنظر الإسلامي الإسلاموي الباكستاني أعتقد، وخطورة هذه الأطروحات، وكأنه يقرأ في نبوءة هو في انفلات السيارات التكفيرية أو راح يعني أبان خطورته. بعدين طبعا كنت أشوفه في لندن وفي آخر، لكني لا أعتبر نفسي أنا قارب من ممتاز إلى أطروحاته، لكن وجدت في الإنسان هذا العالم تواضع وأيضا مخالفة المألوف، يعني حتى إشارة إلى ارتباطه بالتيار الشيوعي أو الشيوعي أعتقد أنه هو أيضا ناقد إلى هذا بعض الأطروحات. ما يهمني في الموضوع الآن، أنت تكلمت طبعاً طرحت أطروحات حول الدولة والمجتمع وظائف الدولة، العلاقة التي يتوجب أن تكون بين الدولة والمجتمع إشكاليتها. أنا أطرح بالنسبة للحالة مخصصة أو مشخصة بالنسبة للدولة العربية والمجتمع العربي، أين موقع التشكيلات أو أولاً تجزئة؟ يعني مثلاً الأمة الألمانية حلت التجزئة بحرب قالتها بروسيا وأخضعت الولايات فيها، هل هذا غير ممكن؟ لأن حتى محاولات يعني خلنا نقول إلى حد ما يعني هذه تقريبا شبه مستحيلة بالنسبة للدولة العربية أو الدول العربية لم يسمح فيها تجزئة أولا تبعية، ثم من هي الدولة الموثوق فيها لتقود مشروع قومي لتقوم بهذه العملية؟ ما أعتقد يعني حتى دولة عبد الناصر ما كان قادرة حتى جر مثلا اليمن. ثاني شيء تشكيلات الاجتماع الدولة العربية الحديثة التي نشأت ذكرت أنت أنها بدأت ببدايات معقولة بتشكيل برلمانات أحزاب وغيرها، لكن هل مضت فيها إلى آخر الشوط بمعنى أن يكون هناك في برلمان حقيقي، مؤسسات دولة حديثة محايدة أمام المصالح الخاصة إلى آخر ذلك؟ هل يوجد أحزاب وطنية على الأقل أو أنها على شكلة البنية المفتتة في المجتمع سواء قبلية أو دينية أو مذهبية أو غيرها، ثم في ذلك اليساريين حتى الذين يعني لم يكن حزب يعكس حتى بنية الدولة. ثاني آخر شيء أو السؤال الأخير، بعد هذه التجارب سواء الدولة المخزنية في المغرب، الدولة الريعية في الخليج، الدولة خلنا نسميها يعني السبارطية خلنا نقول في العراق أو في سوريا وغيرها، الآن يطرح مسألة الدولة المدنية. الدولة المدنية كشكل للخروج من هذا المدن، أين ما هو تقييمك؟ هل هناك في تنظير كافي للدولة المدنية؟ هل هي حل سحري للخروج من هذا المأزق
نواجهنا بالاختلال بين أن تكون الدولة فعلا تحقق الشروط الأربعة اللي ذكرتها وتسهم في بناء الشعب أو بناء الأمة. وأسف على الإطالة. إيمان رفيق إيمان. إيمان لا ستي شيء آخر. شكرا رفيق. يعني صراحة اليوم إحنا استمتعنا وتعرفنا على شخصيتين فذتين من خلال هذه الندوة. تعرفنا أكثر على الدكتور فالح عبد الجبار وتشرفنا بمعرفة الدكتور نادر كاظم اللي كان يعني استعراضه جدا شيق وموضوع وايد مثير الصراحة. ويعني أنا ما أدري عندي سؤال متواضع ما أعرف يعني شو علاقة الدولة بالنظام؟ يعني كيف تبنى؟ هل الدولة تبني النظام أو يعني هل هو الدولة هي النظام أو يعني ليش مثلا تكون الأنظمة اشتراكي نظام اشتراكي أو نظام جمهوري أو نظام مثلا وراثي أو نظام يختلف يعني شلون يتكون يعني النظام علاقته بالدولة؟ شكرا. في أحد آخر؟ شكرا جزيلا إليكم اثنينكم الحقيقة المقدم وأخونا أبو أيمن. حقيقة أعطيت الموضوع حقه في معلومات وتحليل مكثف للموضوع. سؤالي مختلف الحقيقة عن طبيعة المحاضرة. التحولات اللي مر فيها رجل مفكر مثل فالح هل هي تحولات ذاتية أم نتيجة لأن الظرف الموضوعي اللي في العراق والمنطقة العربية مضطرب ويحتمل كل الأمور؟ هل هي نتيجة تحولات نابعة من الذات أم تطور للفكر الموضوعي؟ شكرا جزيلا. شكرا إلى الدكتور نادر كاظم على حضوره وعلى هذه المحاضرة القيمة وشكرا إلى الرفيق فالح. شكرا إلى الرفيق فلاح هاشم. موضوع فالح يعني عبد الجبار لما يذكر يعني مشروع لم يكتمل صحيح أعتقد بالفعل يمكن مشروع لم يكتمل لأن أعتقد فالح عبد الجبار عنده آراء جديدة كثيرة طرحها. وهل هذه الآراء أو المقولات الجديدة لفالح عبد الجبار هي نابعا بعد من الفكر اللي كان يؤمن به في السابق او هو لتجديد فكره او راي او عنده منهجيه جديده في الطرح؟ لا بد نناقش. انا لما قريت لفالح عبد الجبار في الثمانينيات مثلا في مجله النهج اللي كانت تصدر من اسمها الاحزاب الاشتراكيه الاحزاب الشيوعيه العربيه يعني او مركز الدراسات الاشتراكيه العربيه في دمشق رئيسه كان وقتها فخري كريم يعني معروف هذه الشخصيه العراقيه. كانت كتاباته يعني في بدايات على الاقل الثمانينات مختلفه عن ما كتاباته في التسعينيات، كتاباته في 2003 بعد سقوط نظام صدام يعني كانت لو تقراها في تطورات باتجاه اخر. يعني يمكن ذكر الاستاذ عبد الهادي حول التحولات. هل نستطيع الإطلاق مثل بالفعل نستطيع إطلاق عليه تحولات فكرية أو هناك نوع جديد من دراسة منهجية؟ ربما يعني دارسين علم الاجتماع عندهم آراء كثيرة. يعني دائما نتمنى عليهم يعني هؤلاء الدارسين في علم الاجتماع أن يأتوا بأبحاث ودراسات معمقة في التغيرات اللي حدثت في السنوات الأخيرية الاتجاهات الفكرية خاصة اتجاه التطرف والفكر التكفيري وغيره من هذه الاتجاهات اللي أدت بالمجتمعات. هل هي مرتبطة بالبنية الاجتماعية والتقاليد في مجتمعاتنا
أم هي تأثيرات خارجية أم هي لها علاقة بما يسمى ما بين قوسين نظرية المؤامرة، وهو تساؤلات عديدة نطرحها إلى مثل هؤلاء المفكرين. لأن مثل ما ذكرت في النهاية دكتور، قلت مشروع يمكن ما اكتمل، أنت صحيح تكلمت عن الدولة والدولة والمفهوم تشكيل الأمة وآخر، لكن أنا أتكلم عن التغيرات الاجتماعية العميقة، هذا جانب. لأن لما ناقشنا هنا بالمناسبة فالح عبد الجبار، احنا مرتين يعني تنظمنا له فعاليتين، فعالية هنا في المنبر التقدمي في المدينة وفي المنبر التقدمي لما كنا في الزنج، بالإضافة إلى مثل ما ذكر حلقة داخلية يعني كانت، كان عنده آراء، هو حتى في مقولات لينين عنده رأي، حتى في مقولات لينين عنده الآن آراء عن لا أعرف إلى أين تكون، يعني هل هي معمقة، هل هي على دراسة يعني علمية عميقة، هذه آراء كثيرة لابد يريد لها نقاش وما يتسع. شكرا. فيصل نشكر الدكتور نادر على هاي الندوة القيمة لفكر العالم والباحث الكبير صالح عبد الجبار. أنا عندي ملاحظتين، يعني الملاحظة تتعلق بالدولة والملاحظة الثانية تتعلق بالأمة. الملاحظة الأولى بالنسبة للدولة، يعني حسب الفهم الماركسي للدولة، أن الدولة لم تظهر يعني لتسيطر على الصراع الموجود وتوزع الثروات على المجتمع، وإنما بالعكس هي ظهرت يعني لتكرس هيمنة الطبقة على باقي الطبقات الأخرى. يعني هي أساسا هي هذه الدولة. الملاحظة الأخرى أن بالنسبة للأمة، يعني الأمة لم تظهر إلا بعد ما ترسخت العلاقات الرأسمالية. يعني قبل ترسخ العلاقات الرأسمالية لم تبرز الأمة كأمة بمفهوم الأمة الصحيح. لذلك يعني صحيح قلت إن يعني تكونت الأمة الفرنسية بعد الثورة البرجوازية الفرنسية، وأيضا بالنسبة لألمانيا. وهذا يمكن يفسر ان ليش احنا التعثر اللي موجود عندنا، لان علاقاتنا احنا في المجتمعات العربيه خاصه لا زالت هي علاقات ما قبل العلاقات الرأسمالية. يعني العلاقات الرأسمالية يمكن ما تطورت، وحتى التحديث اللي صار في الدوله في دولنا احنا العربيه هو نتيجه للعولمه اللي صايره في العالم، ونتيجه ان احنا يعني اقتصادياتنا هي اقتصاديات تابعه للرأسمال، واحنا على اطراف او على يعني ممكن يعني اطراف الاقتصاد العالمي، وبالتالي هو اللي ما يصير فينا تحديث هو نتيجه لهذا وليس نتيجه لنضوج العلاقات الرأسمالية عندنا داخل المجتمعات. عبد علي، الدكتور يعني طرحت ان صالح كان هم اللي هو انه الدوله والامه، صحيح لا؟ بس ما ادري هل يعني الدكتور صالح وصل لقناعه ان او عرف او قدر يحدد لنا مثلا اي قوه اجتماعيه اللي تقدر او هي المؤهله ان تقود الدوله؟ هل هي مثلا الناس ما يقول العسكر والحراميه، او المثقفين، ام التجار، ام الطبقه البرجوازيه، ام الطبقه العامله مثلا؟ لا، ولا ننسى انه خلفيه يعني خلفيه ماركسيه مهما كانت التغيرات اللي عنده. فهل هو حدد الطبقه او الطبقه الاجتماعيه اللي تقدر تقيد الامه او الدوله؟ انا اعتقد اذا هو ما قدر يحدد اي طبقه اللي تقدر تقيد، فمعناه مشروعه ما راح يكتمل. يعني ان في يعني يعني قناعه ان في طبقه لازم تقدر هي تقود الدوله، فاذا هو ما حدد يعني بصير يعني مشروع ما له باب يكتمل. هاي نقطه. النقطه الثانيه، ذكرت في بدايه كلامك ان
دكتور فالح قال عنده قوة تحليل، بس مع الأسف يعني قال أقوى من اللي هو علي الوردي ومن حنا بطاطو، بس ما ذكر إنه ليش يعني. هل لأنه مثلا عنده منهج علمي، خلينا نقول بين قوسين ماركسي مثلا، هو اللي يقدر يعني يدش في التفاصيل وفي التحاليل الدقيقة هذه غير البقايا اللي ما كان عندهم المنهج العلمي الماركسي؟ شكرا. عقيل شكرا دكتور نادر على هذه المحاضرة، شكرا بالأساس أنك عرفتني على فالح عبد الجبار، وما نعيش حوالي النادر دائما تعرف على العلماء والعظماء بصراحة. في وصفك إلى فالح عبد الجبار، ولتكن هذه هي يعني كلمة تأبينية للأستاذ فالح، نحن أمام شخصية مثل تشي جيفارا، هو ميداني يقاتل مع المقاتلين ببحوثه وبأدواته البحثية، وهو مفكر عظيم، ولما يكتب يكتب بقلب شاعر، وهذه كلها صفات عبد الجبار، وكأن نحن أمام تشي جيفارا بصراحة. اللي سؤالي عن مشروعه الذي لم يكتمل، في جلساتنا الوجودة معه وكنا نضحك كثير ونأكل، وحتى هو ركب معنا دراجات هوائية في أمواج، كان متواضع معنا إلى أبعد الحدود. ما فهمت من كلامه وحديثه وليس من كتبه إنه هو يميل إلى النظام الملكي، كان معجب بالنظام الملكي العراقي القديم، وكان يميل إلى نظام الملكي كحل، يمكن مش للدولة العربية الكبرى ولكن إلى العراق فقط، وكان يحوم حوالين هذه الفكرة، وكأن هي قنبلة يعني بسبب تأهيل الماركسي العتيد لا يمكن أن يروج لفكرة مثل هذه بدون دراسة. فأنا حاسس أن مشروع غير الذي لم يكتمل يمكن هي بتكون ترويجة إلى النظام الملكي كحال اللي منه تبدأ الحلول الأخرى، يمكن على الأقل إلى العراق. فما رأيك في هذا؟ مجرد حدث عندي وأنت يعني أخبر منا بأفكاره في الكتب. زينب درازي أعتقد آخر المتحدثين يعني عندي مسجلين. شكرا. أشكر طبعاً في البداية المنبر على هاي المحاضرة المهمة واللي فتحت يعني يمكن آفاق جديدة للمفكرين، يعني معرفتنا بالمفكرين العرب وآرائهم. أنا من خلال الطرح اللي طرحته دكتور، يعني ما أعرف إذا كان وصلني بشكل صحيح، ولكن هاي الفكرة اللي تكونت عندي إن الدكتور فالح وكأنه يحمل الفكر القومي في تنوعاته القومية وكجمال عبد الناصر أو حتى البعثي، وأيضا الفكر الإسلامي بما آلت إليه الوضع في الوطن العربي من تفكك ومن طائفية ومن تمييز، يعني بدل ما نكون شكل واحد أصبحنا مجموعة من الأجزاء اللي نتصارع في داخل وكأن في داخل صندوق نتصارع فيه، عوضا عن تحويل هذا الصندوق إلى دولة تحوي أمة واحدة. فحملهم كل هذا العبء الكبير على هاي الفكر، وكأن لا يوجد أفكار أخرى أو حل نقول قوى سياسية أخرى أيضا كانت تصارع داخل الميدان، إضافة إلى وجود استعمار كان يهيمن بشكل كبير على الوطن العربي ويفكك هذا الوطن العربي. الوطن العربي لم يكن مفكك بوجود هذه الفكر، كان موجود بوجود الدولة العثمانية لا ننسى، ومع ضرب الدولة العثمانية ضاعت الأمة العربية لأن كانت قيادتها كلها في الأستانة في إسطنبول. إلا اليوم للأسف الشديد الكثيرين يطالبون بالعودة إلى نفس النموذج الحالي، واللي أردوغان يعني كان يسعى الآن أنه يعيد هذا المجد. للأسف الشديد هذا أيضا يعني ترك آثارا كبيرة على الوطن العربي، بحيث فكر الدول الأوروبية في تشكلها لأن هي تكون دول قومية أو حتى تكون أمة داخل دولة لم تأتي بالوعي اللي طرحها الدكتور فالح. يعني إحنا متى تشكلت الدولة الألمانية؟ 1881 على يد بسمارك لما خاض حروب كبيرة وخلاها كلها تحت يد الإمبراطور غليوم الثاني،
على أساس تشكل الدولة الألمانية. الدولة الإيطالية متى تشكلت؟ الدولة اللي خلينا نقول بريطانيا العظمى اللي حكمت العالم، هل هي متشكلة من شكل واحد أو قامت يا ترى على إن هي أمة أو إن هي قامت على إن هي دولة؟ نحن لا نعلم هذا الشيء بشكل أساسي لأن لا يوجد وعي. يعني أساس الأنجلو ساكسون اللي كانوا موجودين في بريطانيا كانوا جايين من النرويج وجايين من ألمانيا ومن غيرها، يعني متنوعين. ما أعتقد كان عندهم الوعي الكافي بحيث إن يقعدون يفكرون هل إحنا نبدأ بإحنا كدولة أو نبدأ بإحنا كأمة. هناك كثير من العناصر اللي دخلت في هذا الموضوع. أنا برأيي إن الدكتور فالح لأنه عنده أيديولوجيا محددة، شيء محدد، يعني حتى في تصنيفاتك الأربع توضح هذا الجانب: الاحتكار الثروة، احتكار السلطة لازم تكون، احتكار العنف، وبالتالي هذا كله يؤدي إلى شنو؟ دولة على الشكل الدولة روسيا أو الدولة الشيوعية الكبرى. روسيا نفسها لم تستطع أن تخلق أمة لما أجبرت دول أوروبا الشرقية كلها أن تكون في بوتقتها بالتنوع هذا الكبير كله. هي يعني هو كأنها اختارت أن تشكل دولة وبعدين تشكل الأمة في داخلها، ولكن هذه الأمة رفضت بعد 70 سنة تفككت. فبالتالي نحن لا نستطيع أن نحن نأخذ نموذج محدد وقالب محدد ونبتدي يعني خلنا نقول ونعكسه على أمة أخرى أو أوطان أخرى ونقول يجب أن تكون بهذا الشكل أو تكون بهذا. لا أبداً، يجب أن تكون لها خصوصيتها وأن تنبع من ثقافتها وتنبع من تراثها هي الخاص لتشكيل دولتها. الآن نحن نطالب بالديمقراطية في دولنا العربية ونقول أن الديمقراط على نمط الديمقراطيات العريقة، بينما الديمقراطيات العريقة الآن في اللحظة التاريخية هذه تتنحى عن هذه الديمقراطية وقاعدة تعيش صراع ومخاض لإخراج شيء جديد ينقذها من الوضع اللي فيه، لأن ما عادت هذه الديمقراطيات العريقة وبالنماذج الحالية اللي عندها تخرجها من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في داخل بلدانها في المرحلة الحالية وأيضا الثقافية. جربت كثير من الأمور والآن هي في مرحلة أنا أقول هي خطرة جدا عليها وعلينا إحنا كتابع إليها. فبالتالي هل إحنا أيضا اليوم محتاجين إلى النموذج المعلبة نأتي بحيث أن نعكسها على أوطاننا؟ هنا يجب أن نفكر. نحن محتاجين لمفكرين مثل فالح وغيره 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 بحيث يخرجونا من الأزمة إحنا الخاصة فينا للدخول وتشكيل دولتنا وأمتنا الخاصة. وشكرا. تفضلي آخر متحدث بعد أعتقد ما في أحد غير. في البداية أشكر دكتور نادر كاظم، يعني إحنا متعودين داخل المحاضرات إن إحنا ما نحصل على هالمعلومات الغنية، فنحتاج إلى مثل هالجلسات الخارج نطاق الجامعة على أساس إن إحنا نحصل هذه المعلومات اللي تعتبر ثروة بالنسبة لنا. بالنسبة دكتور، في نظرك دراسة هذه القوميات أو الجماعات ما تشوف إن لازم تدرس في البداية من سياق تاريخي؟ يعني لما نجي نخصص إن انهيار هذه الدول أو انهيار مفهوم القومية كان متأتي من سقوط الدولة العثمانية أو من بداية الاحتلال العثماني والسيطرة العثمانية علينا، ما تشوف إن الخلل كان وارد من أيام الدولة الأموية لحد يومنا الحالي؟ يعني اللي قاعد يصير في مجرى الدول حاليا هو ما يعني ممثل أو ناتج عن تراكمات تاريخية قاعدة تصير. يعني المفروض أنا أشوف في وجهة نظري حاليا أن أي أحد يبي يحذي حده الراحل فالح عبد الجبار لازم يرجع إلى الحقبة التاريخية الماضية، يدرسها دراسة بحتة ثم يطبقها على واقعنا الحالي. ترى لما بنرجع لدراسة التاريخ نشوف أن التاريخ نفسه قاعد يعيد نفسه. القوميات هذه موجودة ما هي إلا تراكمات تاريخية موجودة حاليا قاعدة تتأسس. فدكتور أنت وش رأيك؟ نترك المجال للدكتور الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. تفضل دكتور. مجموعة من الأسئلة حقيقة. طبعاً شو تجاوب وشو تخلي؟ بكبرهم محاضرات. ثم أظن لا عندكم الوقت ولا المزاج ولا يعني لازم يدور عليكم كل واحد بقلاس شاي حتى لا مو نص ساعة يبغى نص ساعة في الإجابة.
أنا الحقيقة سأختصر الموضوع قدر المستطاع وبحاول مجموعة أسئلة كانت دارت في إحنا أمام عناقيد أسئلة فبالإمكان الإجابة عليها دفعة واحدة بأسلوب تلغرافي سريع كذي بقدر المستطاع. في كثير من الأسئلة الحقيقة طرحت عن إرث فالح عبد الجبار الماركسي وتحولات فالح الماركسية، كان في الحزب الشيوعي العراقي ودخل في نضالات ثم الآن يشتغل بطريقة مختلفة، فما الذي جرى؟ وهل هذه تحولات ذاتية من قبل فالح؟ ظروف العراق، المنافي اللي عايش العراقيين منذ ثورة 58 إلى الآن تقريبا هي اللي شكلت فكر مفكر مثل فالح الجبار ولا لا؟ طبعا انا استنتج لان لا فالح تحدث في ذا الموضوع ولا احنا فقط نستنتج في ذا الموضوع. انا اظن الظروف لها دور كبير في ذا الموضوع، يعني ظروف المنفى اللي عاش فيه فالح بين سوريا وبيروت ثم بعدين براغ الى ان استقر في لندن. أنا أظن استقرار دكتور فالح في لندن أولاً للدراسة وثم الحصول على الماجستير والدكتوراه وشغل أكاديمي تقريباً بحت في ذيك اللحظة، يبدو حتى بدأ يأخذ مسافة من العمل الحزبي كحزبي منظم في الحزب الشيوعي العراقي. هذه المرحلة هي اللي صنعت تحولات فالح عبد الجبار في تقديري، هاي جانب. الجانب الثاني الحقيقة مع فالح الحقيقة أمام عقل حر ومشاكس ومن الصعب انحصار وحبسه في صندوق دوغما أيديولوجية حزب أيا يكن ذا الحزب، طليعي شيوعي يبحث مرة عن مثاليات كبيرة. يعني إذا أنت تقعد مع فالح تكتشف بالفعل إن ذا الرجل عنده عقل حر من جهة، نقدي من جهة بمعنى مستحيل يتبع شيء أو أحد أو فكرة جاهزة ومعلبة، هو في عملية تفكير باستمرار وفي نزعة نقدية فريدة من نوعها الحقيقة عند المفكرين وبين قوسين المفكرين الماركسيين، وهذه نقطة ممكن نتكلم فيها مدام أنتم كلكم ماركسيين أو معظمكم. يعني أشار سيد فاضل الحليبي إلى أن فالح عنده كتابات انتقادية للماركسية، كتابات نقدية إلى لينين إلى وهذا صحيح الحقيقة. فالح في كتابه ما بعد ماركس هو كتاب نقدي بشكل واضح وصريح للماركسية، يتحدث على سبيل المثال طرح أحد الأخوان عن فكرة مفهوم الدولة في الماركسية، فالح أساساً يرى أن ماركس لم ينتج لنا مفهوم ولا نظرية للدولة وما وجد نثار عبارة عن مجموعة عبارات ومقولات مبثوثة في أكثر من كتاب إلى كارل ماركس، وبالتالي في نقص في الفهم النظري الماركسي للدولة، وهذا النقص بالنسبة لفالح هو المحفز لأن نشتغل على كماله. أي نقطة؟ النقطة الثانية يعني فالح يرى أن معظم ما أنتج لينين تقريبا من كتب عديمة القيمة وعديمة الجدوى، الكتاب المشهور للينين الدولة والثورة، هو يرى أن أهمية هذا الكتاب تكمن في عدم أهميته، في عدم أهمية العملية والنظرية. هذا كان كلام بشكل صريح في ما بعد ماركس. نقدك طبعا كان شرس وجذري للدولة الستالينية، دولة الآلة العملاقة الضخمة اللي أرادت إخضاع البشر والعباد في ونظام بوليسي ومعسكرات الفلاحين إلى آخر. فهو بحد ذاته يعني فالح كعقل حر ونقدي بشكل طبيعي بمر بذي التحولات، يعني من الصعب أن ينحبس ضمن إطار حزب ضيق أو تنظيم أيديولوجي أو اعتقاد من نوع آخر، هو محلق في الهواء عقليا بشكل ذاتي، إضافة للظروف اللي تكلمت عنها، يعني الدراسة في لندن كانت مهمة، ثم هو لما نفكر بعدين يأسس، ما يأسس حزب ولا تنظيم سري ولا ما أدري إيش، لا أفكر يأسس معهد دراسات
ودراسات استراتيجية، كان اشتغل بطريقة يعني علمية ومنهجية لتخريج باحثين شباب وإجراء أبحاث ودراسات وتعاقد مع لمشاريع أبحاث علمية ومنهجية، وبالتالي هاي تحول كبير إلى واحد كان في يوم من الأيام يشتغل بطريقة أيديولوجية على الطريقة القومية والماركسية أو الإسلامية أو أن يكون من هذه الطرق. هاي الفكرة، الفكرة الأولى الحقيقة اللي حاولت أجاوب عليها. في فكرة طرحها أبو منصور عبد النبي العكري عن الدولة المدنية، وأنا لي الحقيقة رأي في هذا الموضوع، أن باستثناء ما كتبه جون لوك في مقالتان حول الحكومة المدنية، في تاريخ الفكر السياسي ما في شيء اسمه دولة مدنية، ويبدو الدولة المدنية كمصطلح واختراع عربي، وتحديدا اختراع لإسلاميين في شكل من أشكال إعادة تكييف الأيديولوجيا الإسلاموية لفكرة الدولة بعد التغيرات اللي حصلت للتيارات الإسلام السياسي. يعني من حيث المعنى المباشر، فكرة الدولة المدنية تعني دولة لا يرأسها، دولة لا دينية، يعني لا يحكمها رجل دين، ليست دولة رجال الدين، ليست دولة ثيوقراطية على الطريقة الإيرانية، يعني دولة لا يحكمها رجال الدين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا تعني دولة لا عسكرية، باعتبار مدني ضد عسكري، وبالتالي الدولة التي لا يتربع على عرشها وسدة الحكم فيها العسكر والضباط والجيش وإلى آخره. هاي المعنى المباشر لفكرة الدولة المدنية، أن لا يحكمها رجال دين، وثم أن لا تكون مسيرة بأيديولوجيا دينية، وألا يحكمها الضباط والعسكر. وبالتالي بهذا المعنى ذا المصطلح لا جديد فيه، يعني ما في شيء، ما في قيمة اعتبارية جديدة لمصطلح اسم الدولة المدنية ليقول لي والله شرط نجاحنا حتى نكون دول حديثة أن لا يحكمها رجال دين ولا يحكمها عسكر، ومو يحكمها واحد مدني بس أيضا يكون طاغية ودكتاتور. وهي مفارقة، يعني العراق من 58 حكمه الضباط والجيش والعسكر ولا آخر، من عبد الكريم قاسم إلى عبد السلام عارف إلى عبد الرحمن عارف إلى أحمد حسن البكر، المدني الوحيد اللي حكم العراق هو صدام حسين، كان أبشعهم كطاغية وكدكتاتور. فهذا مدني ودولة كانوا عسكر، يعني صدام أساسا ما كان في الجيش، ما كان في العسكر، كان في الحزب يتعسكر بعدين، بس هو كان من الفصيل المدني في الحزب البعثي، وبالتالي ما كان عسكري. وبالتالي ما في قيمة كبيرة، أنا بقول ما في قيمة كبيرة لمصطلح أو لمفهوم اسم الدولة المدنية، لأنه لا يضيف شيء جديد. يعني المعضلة مو أن لا يحكم الدولة رجل دين أو أن لا يحكمها رجل عسكري أو أي أن يكون شكل. وبالتالي أنا تصوري أن المصطلح هذا ظهر لأن الإسلام السياسي يريد أن يتكيف مع تغيرات حصلت، مع وضع اختلف عما كان عليه، ما عاد الإسلام السياسي يحلم بإقامة الدولة الإسلامية الدينية وتطبيق الشريعة، عليه أن يتكيف مع المتغيرات اللي حاصلة. فكيف يتكيف مع دولة يراها علمانية؟ الحل الأنسب والملطف، المصطلح الملطف المفرغ من الدلالات السلبية لكلمة علمانية الشائعة عند المسلمين، أن نسميها دولة مدنية. وبالتالي هي كمصطلح أنا بشوفه تشكل آلية من آليات رغبة الإسلام السياسي في العودة للعبة السياسية، أنه يبي يشتغل سياسة مثل الأحزاب الشيوعية، الأحزاب القومية، الليبراليين، يبي يشتغل كفاعل كقوة من بين القوى الأخرى، وما عادت عنده طموحات كبيرة. وكان مصطلح أو مفهوم الدولة المدنية الحل المنقذ بالنسبة للإسلام السياسي. هذا تصوري لدى الموضوع. أنا أظن ما يحتاج أغلبكم بعد بزيادة، لأن الأسئلة لو مشينا فيها ويعطيكم الصحة والعافية. شكرا على حسن استماعكم. شكرا للدكتور وشكرا لكم، تصبحوا على خير. السلام عليكم أستاذ فلاح، ما قصرت. الله يسلمك.